واحد من ثلاث أشخاص kids gets bullied in school. أكثر من 200 مليون طفل عم بيكونوا bullied حسب رابور اليونسكو 2017. البولينج عم بتأثر على عدة مشاكل نفسية للأولاد، منهم depression, anxiety وحالات القسوة عم بتأدي لأنه ينتحلوا الأولاد. حالياً عم تعالج awareness campaigns اللي هو شيء منه غلط، بس نحن بدنا نحلها بطريقة أحسن. الفكرة هي عبارة عن bracelet. البريسلت بيلبسها الولد على المدرسة، جزء من اللباس المدرسة تبعه، رح يكون فيها sensors to detect any bullying attempt. تكونفيجريت دي انبوت تبع السنسرز وتبعتهم على المدرسه، المدرسه هي بتاخذ كوركتيف ميجرمنتس لهم. السنسرز هن اي دي اي سنسر، الكترودرمال اكتيفيتي سنسر، تو ميجر ذا ستريس، فيو مايكروفون تو ميجر اني فيربال اوفنس، وفيو كمان اوبتيكال هارت ريت مونيتور كرمال تو ميجر ذا هارت بيتس. وين ذا كيد جيتس بوليد بيعلى الهارت بيت، بيعلى الستريس تبعه، واذا كان في اني فيربال اوفنس ديتكتس ات، ببعث نوتيفيكيشن للمدرسه، المدرسه تيك ذا كوركتيف ميجرمنتس.